نتعامل ازاي بقى مع مباراه الكاميرون، وشايف التشكيل المناسب لمباراه الكاميرون يكون ايه؟ والله مباراه الكاميرون انا يعني يمكن الونش ما اعرفش موقفه ايه. الونش جاهز؟ جاهز، يبقى الونش يلعب. الونش ومحمد عبد المنعم، تمام، الاثنين دول افضل اثنين يلعبوا. عظيم. اتمنى يكون جاهز يعني بدنيا وفنيا. طبعا الونش ومحمد عبد المنعم اثنين سرد باكين. ليه؟ لان الاثنين بيجيدوا اللعب بالكور العاليه، وطبعا منتخب الكاميرون مميز جدا لانه عنده اطوال. وتاني حاجه عندهم الاشتراكات بتاعتهم فيها قوه معاهم هتبقى مميزه، وفي سرعات يعني الونش عنده سرعات وعبد المنعم. تمام. الباك رايت بتاعنا عمر كمال عبد الواحد ما شاء الله عليه، ما شاء الله يعني ربنا يحميه ماشي زي الفل. وفتوح ناحيه الشمال، قلب الملعب النني والسوليه وزيزو. حمدي فتحي جاهز بالمناسبه؟ لو حمدي فتحي جاهز اعتقد ان هو هيلعب، بس انا ما بحبش ثلاثه ديفندر. يعني انا بحب الثلاثه يبقوا مختلفين. يعني النني هيلعب مثلا الماتش اللي فات لعب سته، لعب هو في العمق في على السنتر، ولعب السوليه على يمينه. ولو حمدي فتحي يعني انا بحب يبقى فيه لعيب كوره كرييتيف شويه، مبتكر شويه، ما يبقوش الثلاثه زي بعض، ما يبقوش الثلاثه سته. لكن هي اسلوب، انا مش هضحك عليك، يعني ممكن الثلاثه يلعبوا عشان انا عايز اطول الماتش شويه. فريق الكاميرون او السنغال او اي فرقه لو مشيت معاهم في الجيم عديت الشوط الاولاني تعادل ودخلت الشوط الثاني هم بيغلطوا وبيفتحوا خطوط. طب اقول لك تفصيله في موضوع التلاته دوت برضو، قول لي صح ولا انا ممكن اكون بفتي وانا قاعد معاك. لا 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 لا، بس انا بحس لما حمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد النني بيلعبوا مع بعض في دماغ كيروش، هو التلاته دول دايما التلاته بيلعبوا ست، يعني هو عنده دايما سته وتمانيتين. بس هو بيفضل يروتيت بينهم لدرجه انه في ماتش من الماتشات شفت عبد الله السيد بيلعب ست، ودي كانت كارثه يعني. احنا ساعتها قلنا ايوه بالظبط مستحيل يلعب عشان هو بيروتيت دايما بين التلاته. فاتصور في قراءه في دماغ الراجل، عشان احنا دايما كنا بننادي بزيزو، هو عايز التلاته اللي بيلعبوا دول يكونوا يعرفوا يلعبوا سته في وقت من الاوقات. بص انا اقول لك حاجه، هي المباراه صعبه ومع فريق كبير وعلى ملعبه. ممكن العب بالثلاثه، ممكن العب بالثلاثه عشان اامن نفسي واشتغل على ان انا اخطف هدف. الثلاثه لو لعبوها في نص الملعب الثلاثه عندهم ميزه كويس، بالذات يعني حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتعرف تقطع كوره وبتضغط كويس قوي. السوليه يعني عنده دي مميز فيها ولعب كوره، والنني بيتمركز اكتر وبصير يعني الكوره اللي بتجيله بيباصي السهل. ممكن نلعب بيها، بس يعني انا احب ان الشوط الثاني بقى التغييرات تفرق معانا. يعني الماتش اللي فات بدا بايمن اشرف، كنت حابب ان يبقى زيزو مثلا، لان زيزو عنده ميزه. انا بقول لك ليه زيزو؟ زيزو بيجري كتير، زيزو عنده باور، زيزو غلاوي في الكوره، بيقدر يكمل ورا اللعيب، بيشوط، بيلعب مع اللعيبه اللي قدام، بيقدر يخش ال 18 تمريره عرضيه حلوين. يعني هو اللي عمل التمريرات محمد صلاح اللي راح بيها وادى الكره لتريزيجيه. فانا لازم يبقى عندي واحد عنده الميزه، بجانب ان هو يعني زيزو بيتميز بان هو سريع وبيرجع يدافع، فانت ممكن يلعبها، وخاصه يلعب على الخط، هو مش هيلعب 10. هو لو لعب ناحيه الشمال قدام فتوح هيبقى جبهه. لو لعب الثلاثه كده اتمنى يعني ان هو يلعب بدول، يعني يلعب بالسوليه والنني والثالث يبقى زيزو، والثلاثه اللي قدام مرموش وصلاح ومصطفى، وعندي حمدي فتحي امن بيه. يعني انا لو لقيت ان الامور مضغوطه امن بيه، ولو هيبدا بالثلاثه حمدي فتحي، وان كان انا ما بحبش الثلاثه يبقوا شبه بعض، لكن لو يبدا بالثلاثه برضه الراجل هيبقى صح، لانه عايز يمشي بالمباراه. فرق الكاميرون او فرق افريقيا عندهم مشكله في خط الظهر دايما. لما الوقت بيمر بتلاقي المساحات عندهم بتفتح. واحنا شفنا فرقه غينيا الاستوائيه عملت جيم هايل على الكاميرون، عندهم شويه خبرات كانوا يكسبوا، كانوا في وقت من الاوقات سجلوا. ده جزر القمر بيلعبوا ناقصين لعيب، وبيلعبوا ظهير ايسر حارس مرمى ومطلوب منهم لاعب، وعملوا مباراه على الكاميرون جابوا جول بالظبط. فانا عايز يعني ايه يبقى في توازن. ممكن تبدا الجيم والراجل ممكن يبقى حريص، لكن الثلاثه اللي قدام بقى، الثلاثه اللي قدام عندي صلاح ومصطفى محمد، وهو بيلعب بمرموش. يعني اتمنى ان مرموش يبقى تغييره. يعني انا عايز رمضان صبحي. ليه رمضان؟ رمضان من اللعيبه اللي عندها شخصيه، بيعرف يقف على الكوره. انت عشان تلعب مع فرقه زي الكاميرون وممكن يبقى في ضغط، عايز لعيب يقف على الكوره. رمضان من نوع لما بيحضر على الكوره محدش بياخدها منه. رمضان لما بيجي بوشه يقدر يعمل لك، بيوصلك للجول. انا عارف ان رمضان ممكن ما يكونش يعني في حسابات الراجل كتير قوي، لكن مختلف، هيقدر عنده شخصيه. مرموش لعيب مهاري ولعيب كويس قوي وعاجبني، لكن مرموش انا شايف ان هو الشوط الثاني يبقى افضل، زي تريزيجيه كده عايز مساحه، عايز جري كتير.
ادي مرموش، لو مرموش الشوط الثاني هتلاقي مرموش بيوصل للجون بسهوله، لان مرموش في الشوط الاول بيمسك كوره بيخش في وسط اربع لعيبه كريم، عايز يرقص واحد واثنين وثلاثه، الكلام ده بيبقى مقفول في الجيم في بدايه الجيم. لو هيلعب بمرموش ومصطفى محمد وصلاح، وانا عارف ان ده الاقرب وده اللي يعني في دماغ الراجل، مفيش مشكله. بس برضو في حاجه عايز اقولها، ان مصطفى محمد ضروري وجوده في الملعب. حتى لو مصطفى محمد ما بيجيش يعني ما بيبقاش في الجيم قوي، لكن لو انت شفت المباراه اللي فاتت تكتيكيا كل الكور العاليه اللي طالعه من عندنا، احنا ما كناش بنستلم من تحت وبنحضر وبنطلع من نص الملعب، فكانت الكور معظمها طوليه على مصطفى محمد. صحيح، مصطفى كان بياخد الكور، صحيح، بيقدر يشترك ويخلي الكوره في نص ملعبه، بيقدر يعمل خطوره عليهم. لكن لو انت مصطفى محمد مش معاك في الحاجات دي، هتلاقي كل الكور اللي جايه عاليه مردوده عليك، هتبقى مضغوط. ف يعني اتمنى التشكيل بتاعنا يبقى بالشكل ده، لكن عندي تفاؤل كبير ان احنا هنعمل عليهم جيم كبير. وانا كمان والله متفائل جدا يا كابتن.